السلام عليكم، راح انتظر شوية في الدقيقة أو دقيقتين إلى أن يجمع عدد. إحنا ساعة هسه بالضبط الساعة 11، بس انتظر شوية العدد يعني يكبر على مود نبلش. دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله. نحفظه للبث، نحفظه البث، راح نحفظ يعني ماكو مباشر، كله موجود على على الجروب، ما حذفت شيء فيبقى محفوظ، ماكو مشكلة. يدي يرجع له يعني موجود. اوكي one more minutes بس حتى يتجمع عدد ونبلش. وعليكم السلام ورحمة الله. اوكي اعتقد نبلش نحكي بكم انترودكشن للموضوع، يعني احنا بكل الاحوال ما راح نطول والبث راح ينحفظ، فاللي ما راح يلحق على البدايه راح يرجع مره ثانيه، ممكن يعيد يعني يعيده ويشوف اللي فاته، واللي ما يشوفه بعدين يشوفه عادي. يعني راح نحكي سوالف، يعني مثل ما اتفقنا المسألة راح نسويها يعني سالفة، مو يعني راح تشيها بصيغة أسئلة، شنو تتداور ببالك، أكيد أنت سؤال من تقعد بالإمرجنسي، وراح نحاول نجاوب على هالأسئلة. أوكي ساعة 11:03 أعتقد أنه يعني الوقت مناسب أنه نبلش، يعني إحنا نعرف ساعة 11 اللي تأخر يعني هاي مشكلته، يعني المفروض يجي من وقت. أوكي DKA Diabetic Keto Acidosis، يعني كل واحد يسمع عن اي موضوع اكو اسئله تتبادر الذهن، شنو من اقعد بالامرجنسي شلون ممكن اعرف هذا شلون ممكن الدايجنوسيس، شلون اشخص انه هذا DKA، شلون اعرفه انه هو DKA، ممكن بالبدايه هو شنو DKA، شلون اعرفه انه هذا البيشنت DKA، وشلون اعالج DKA. يمكن هاي الثري كويستشنز تختصر الموضوع بشكل مختصر، شنو هو DKA، شلون اعرف diagnosis انه هذا patient DKA and how to treat patients with DKA. هذا بشكل مختصر الاسئله اللي نريد نجاوبها. اوكي راح نحاول نحكي بالادلت. اوكي DKA شنو بالادلت، وبعدين نقارن بالبيدياتريك شنو الشغلات اللي تدخل بالبيدياتريك. اوكي بالبدايه DKA diabetic keto acidosis شنو الموضوع؟ الموضوع عاده البيشنت يجي للامرجنسي ديبارتمنت عنده دايابيتس هو استابليشد، قسم منهم اصلا هي اور شي نوز ذات انه هم دايابيتك، او قسم من عندهم يعني الفيرست دايجنوسيس يصير بالامرجنسي ديبارتمنت، يعني هو يجي الفيرست برزنتيشن هو DKA. فقسم ممكن هم استابليش دايجنوسيس اصلا يعرف نفسه DKA، يعرف نفسه دايابيتك، والمجموعة الأخرى ممكن ما يعرف زين، فالدايجنوز يصير بالإمرجنسي ديبارتمنت. شنو DKA as a definition diabetic keto acidosis شنو الموضوع؟ الموضوع هو التالي، عادة دولة type 1 diabetes، عادة type 1 diabetes اللي يصير عندهم هو insulin deficiency
اوتو اميون ديستراكشن للبيتا سيلز اللي موجود، ما اريد احكي باثوفيزيولوجي هوايه بس مقدمه. اوكي يصير انسولين ديفيشنسي، نتيجه هذا الانسولين ديفيشنسي الجلوكوز ما يدخل للسيلز، الجلوكوز يبقى برا، فمن يبقى الجلوكوز برا ما يدخل للسيلز، السيلز ما راح تستفاد، ما راح ماكو شيء تحرقه للانرجي، فتضطر تيجي الى فد طريق اخر لتوفير الانرجي وهو الفاتي اسيد اوكسيديشن، فاتي اسيد او البيتا اوكسيديشن او ذا فاتي اسيد، بدل ما تحرق الجلوكوز تحرق الفاتي اسيد. This is an alternative route to produce energy by cells. حرق الفاتي اسيد او البيتا اوكسيديشن يولد لي ينتج عن هذا الحرق الكيتون بوديز، الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدروكسي بيوتريت. ذني اسيدك، اوكي؟ تطلع للسيركيليشن. تطلع للسيركيليشن تسوي اسيدوسس. تطلع للسيركيليشن تسوي اسيدوسس وكيتونيميا. اوكي؟ الجلوكوز لحد الان شنو اللي صار عندي؟ الجلوكوز ما يدخل. البودي استعاض عن الجلوكوز بالفاتي اسيد، قام يحرق بدل الجلوكوز يحرق فاتي اسيد. اوكي فسوى انرجي، طلعت الباي برودكت مال هذا الحرق هو الكيتون بوديز اللي هي اسيد، تطلع للسيركيليشن تسوي لي اسيدوسس، تطلع للسيركيليشن تسوي لي اسيدوسس، فالبيشنت صار عنده اسيدوسس. This is the first، اول شغله البيشنت صار عنده اسيدوسس. اسيدوسس شلون يبين على البيشنت نتيجه الكلينيكلي؟ شوف البيشنت عنده يعني فيتشرز اوف، يعني راح نحكي شغله بالكلينيكال برزنتيشن، ما اريد اسبق الاهداف. الشغله الثانيه يصير الجلوكوز هاي ان ذا بلاد. من يصير الجلوكوز هاي ان ذا بلاد راح يصير الاوزمو، يعني راح يصير الجلوكوز يبدا يطلع باليورين فلتريشن بالتيوبولز، قسم منه يمتص قسم منه يطلع باليورين. من يطلع هذا اليورين الجلوكوز يسحب وياه ووتر، من يسحب وياه ووتر يسوي دي هايدريشن، يعني يصير جلوكوز يوريا، الجلوكوز يطلع باليورين ويسوي اكسس بوليوريا. زين البيشنت يقوم يصير عنده يورين هوايه ويصير عنده دي هايدريشن. اوكي هذا الباثوفيزيولوجي، هذا اللي يصير. اوكي عاده شنو اللي يخلي فجاه هذا اللي يصير؟ زين هو البيشنت عنده ديستراكشن اوف يعني ديستراكشن اوف بيتا سيل وعنده انسولين ديفيشنسي، او هو استابليش دايابيتس وده ياخذ تريتمنت، شنو اللي يخلي هاي السادن برزنتيشن؟ عاده اكو ستريس، عاده اكو ستريس. الستريس شي يسوي بالاضافه الى الانسولين ديفيشنسي يخلي اكو ريزيستنس بالريسبتور. زين هو الانسولين ديفيشنت والريسبتور يصير بيها ريزيستنت، شي يصير نتيجة هذا الموضوع؟ يصير هايبرغلايسيميا ويصير هاي الفيتشرز بشكل سريع تتطور. فإذا البيشنت كان النيو أول برزنتيشن إله، أوكي أو كان عنده فد ديزيز، يعني أو سوري عنده استابلش أصلا يأخذ تريتمنت وصار إلنس عنده، أكو فيزيولوجيكال، أكو سوري أكو ستريس بكل الأحوال، بحيث أنه أكو إلنس موجود، عادة يكون يا أما انفكشن او ممكن يكون البيشنت اذا ادلت او elderly عنده فد اسكيميك هارت ديزيز فور اكزامبل. المهم اكو ستريس، ستريس يزيد الريزيستنس للانسولين ريسبتور فيصير عندي الفيتشرز مال الديكي. زين شلون يجيني البيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت؟ انا من قاعد بالامرجنسي ديبارتمنت شنو اللي اشوفه على البيشنت؟ اولا بالهيستوري، الهيستوري عاده يجي البيشنت عنده فيتشرز او عنده يعني بالهيستوري مالته يقول لك فيتشرز مال انكريز يورين اوتبوت بيشنت، ديهايدريشن بيشنت، ثيرست، عاده عنده 3 تو 4 دايز او 2 تو 3 دايز هيستوري اوف فيفر نتيجه الانفكشن اللي موجود عنده، او فد يعني كان اصلا عنده فد بروبلم معينه او ديزيز معين خلال هال 2 تو 3 دايز وظهرت وياها الاعراض. بيشنت بوليوريا، بوليديبسيا يعطش هوايه ويورين مالته يورين اوتبوت هوايه، وممكن تشوف عنده التكبنيا، بيشنت يشكي من 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 انكريز بريسبيراتوري، يعني يحس نفسه مخنوق البيشنت، ما يقول لك انكريز ريسبيراتوري بس يحس نفسه مخنوق ديزنيا. ابدومينال بين بلس ماينس، اكو ناس عندهم ابدومينال بين، ممكن الابدومينال بين ميمك ممكن يوصل لحد انه اكيوت ابدومين، ممكن يبين كاكيوت ابدومين. الابدومينال بين ممكن because of acidosis او ممكن because of pathology معين سوى الديكي، يعني هو الستريس السبب مال الديكي. اوكي فالابدومينال بين يؤخذ يعني تدور على كوز إلى، اذا ماكو كوز تعتبر الاسيدوسيس هي الكوز مال الابدومينال بين. هاي بالهيستوري البيشنت ممكن دايجنوز دايابيتس، ممكن ما تعرف ما يعرف هو عنده دايابيتس، يجي بوليوريا بولي ديبسيا ودي هايدريشن ساينز اوف دي هايدريشن ان ذا بيشنت، او
عنده illness عادة، بتاخذ history صار له 2 to 3 days عنده فد مشكلة، ممكن infection غالبا، infection ممكن يكون respiratory، ممكن يكون UTI، ممكن skin infection and so. هذا الهيستوري. examination من above على البيشنت، general look of the patient، البيشنت dehydrated، البيشنت dyspneic عندما يعرف بالكزمل أو الأسيدوتيك بريدينج. أسيدوتيك بريدينج البيشنت شون يكون الرابيد ديب بريدينج، رابيد ديب بريدينج هذا نتيجة الأسيدوسيس عند البيشنت. هذا الجنرال لوك مال البيشنت. من أجي أسوي الفيتال ساينز مال البيشنت، هنا أكو رينج يعني سبكترم، ممكن البيشنت يجي ستيبل فيتالي وممكن لا يصير عنده دروب، مثلا إذا كان شوكت البيشنت نتيجة ديهايدريشن، البلود بريشر ممكن تلقى لو، تاكيكارديا البيشنت، الريسبيرتوري ريت تلقى هاي عادة. اوكي ذن ني تلقاها. التمبرتشر ممكن تلقاها فيفر ذا البريسيبيتينج فاكتور مات انفكشن، وممكن الفيفر ابسنت مو شرط نلقى الفيفر. الاس بي او 2 تعتمد يعني عاده نورمال، بس اذا البيشنت كان شوكت اصلا انريلايبل الاس بي او 2 يعني ما راح ينطي قراءه صحيحه. هذا بالاكزامينيشن بالجنرال لوك مال البيشنت. عاده ابدومينال اكزامينيشن اذا البيشنت عنده ابدومينال بين راح يبين عندك اذا عنده باثولوجي معين، ممكن يعطيك ساينز مال باثولوجي، فور اكزامبل اكيوت ابندسايتس مثلا، راح يبين عندك ساينز مال باثولوجي اللي موجود عنده. اوكي هذا بالنسبه للاكزامينيشن. انفستيجيشن اي البثين حفظ ان شاء الله. انفستيجيشن بعد ما حكينا هيستوري سمبل سمبلي الاكزامينيشن شنو الشغلات المهمه. انفستيجيشن المهمه الفيرست البيز لاين انفستيجيشن، يعني مر نسحب بلط اول شغله قبل ما نسحب بلط ممكن نسوي فينجر ستيك يعني بيد سايد ميجرمنت مال الجلوكوز ونشوف الجلوكوز ايش قد، وبعدين ايضا نسحب الفينس سامبل وندز فور بيز لاين انفستيجيشن. ذس از ا جنرال بيز لاين انفستيجيشن المهمه الكومبليت بلط كاونت، الراندوم بلط شوجر هنا diagnose the problem، ال electrolytes، ال blood urea nitrogen وال serum creatinine، ال HCO3، then biochemistry، VBG ممكن تسحب venous sample، ما نحتاج هنا ABG عادة إذا patient critically ill وبالبداية ما تعرف شو الموضوع اسحب ABG. VBG ممكن يحل لك الموضوع لأنه الفرق بين إحنا نريد هنا نشوف الأسيد بيس، فالأسيد بيس ما تفرق بين الأرتيريال والفينوس. أوكي patient critically ill اسحب من البداية arterial على مود تنطيك فكرة عن الغازز مو بس عن الأسيد بيس. ECG للpatient خلي ببالي. طبعا هاي الأمور احنا ماذا نحكي المانجمنت، management resuscitation متداخلة، بس نحكي investigation ممكن نحتاج ال ECG للpatient اشوف اذا اكو precipitating cause، ممكن ischemia اذا كان patient elderly او حتى young، ممكن ألقى الفيتشرز مال electrolyte abnormalities خصوصا الhyperkalemia ممكن ألقى features. Chest X-ray أيضاً to diagnose underlying pathology، ممكن أكون نيومونيا اللي سبب ال decay أصلاً، زين patch of pneumonia and so. Then the baseline investigation إن شاء الله أحفظ البث. The baseline then the baseline investigation and this had to every critically ill patient، okay؟ أو when you suspect إنه هذا patient ممكن decay. بعد الانفستيجيشن اذا صار عندي هيستوري الاكزامينيشن وانفستيجيشن، هاو تو دايجنوز من ذني الشغلات كلها. اوكي هاو تو دايجنوز شلون انطي دايجنوسز انه هذا البيشنت از ان دي كي، مستفيدا من هاي الهيستوري والاكزامينيشن والانفستيجيشن. طبعا اكو فيتشرز اللي حكيناها بالهيستوري تدل على انه البيشنت ممكن يكون بالديفرنشال دايجنوسز دي كي. الانفستيجيشن هنا ممكن تثبت لي انه هذا البيشنت ريلي طبعا هيستوري اند اكزامينيشن فيتشرز اوف دي كي. اجي اسوي الانفستيجيشن، انفستيجيشن فيدني من اسم الدي كي اي، دي كي اي يعني الدايجنوسيس اخذه من الاسم الدي كي اي، دي دايابيتيك كيتو اسيدوسيس. الدي دايابيتيك الجلوكوز، تلقى الجلوكوز عاده اكثر من 250 أكثر من 250، بالبيدياتري يقول لك ممكن أكثر من 200، أوكي؟ طبعاً جنرال يورين هم من ضمن الانفستيجيشن سويها to search for site of infection يعني، أوكي؟ search for the underlying cause. أوكي، سوري وين كنا؟ سوري أنا أقرأ شوي انقطع الأفكار مالتي لما أقرأ التعليقات مالتكم. كنا نحكي عن الدايجنوسيس، يس دي كي اي من كلمه دي كي اي. اوكي
الدي الدايابيتيك الجلوكوز اكثر من 200 او 250 بالادلت عاده او اكثر من 200 بالبيدياتريك ممكن. الكي الكيتوسيس كيتونيميا البيشنت يعني تلقى عنده كيتون ان ذا بلود او يورين يعني هاي لازم انت تسويها باليورين تيست او بالبلود تيست فور كيتونز. والاي الاسيدوسيس الاسيدوسيس تبين عندك بالاي بي جي اوكي بالاي بي جي تبين عندك اذا كان بيشنت اسيدوتيك تلقى البي اتش مال البلود اقل من 7.3 او والبايكربونات اقل من 15 الانيون جاب ريست الانيون جاب اليفيتد يعني عنده انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس زايدها البيشنت دايجنوز دي كي اي اخذ كلمه دي كي اي دي كي اي الدي يعني دايبت جلوكوز الجلوكوز اكثر من 250 الكي كيتوسيس كيتونيميا موجود عند بالبلد او باليورين الاي اسيدوسيس الاي اسيدوسيس البيشنت عنده بال اي بي جي او الفي بي جي تلقى عنده البي اتش اقل من 7.3 والاتش سي او 3 اقل من 15 والانيون جاب اليفيتد الانيون جاب اليفيتد ماشي. هذا تو دايجنوز بيشنت ان دي كي اي. نيجي على التريتمنت من يجيني بيشنت دي كي اي هاو تو تريت ا بيشنت دي كي اي. البدايه هي البرايمري سيرفي اللي راح اسويه اسسمنت حكينا عنه البرايمري سيرفي محتاج نعيد زين. البيشنت راح يجي عند ستيب ليفل اوف كونشسنس كونسيدر اوب سيكيورينج ذا اير واي ودير بالك بسيكيورينج ذا اير واي اكو فد سبيسيفيك ريكومنديشنز ريجاردينج السيتنج مال فنتليتر نجي نحكيها بعدين لان هاي كلش مهمه بالنسبه لكم انتم ما تعرفون الفنتليشن والميكانيكال فنتليشن اصلا ما حاكين عنه. اذا secure the airway the patient can unconscious. بالنسبة للbreathing شوف البيشنت إذا كان hypoxemic give oxygen the patient. نجي على circulation put two IV lines the patient can severely shocked. اسحب له blood for baseline investigation اللي حكيناها اوكي وحطه على monitor وبلش له التريتمنت. التريتمنت 3 lines of management دي يتحرك ويطلع صوت اثبته اوكي ما عندي مايك انا احكي مباشره بالهذا بس يمكن هاي البنكي فراح اطفيها واحكي اوكي اوكي طفيناها. نجي على المانجمنت. مانجمنت 3 لاينز عندك الانسولين اوكي عندك فلويد اي في فلويد وعندك الانسولين عندك البوتاسيوم اوكي عندك الاي في فلويد عندك الانسولين عندك البوتاسيوم three lines بالمانجمنت. نجي على اول عقده او اول مشكله بالتريتمنت اوف دي كي اي وهي الفلويد الفلويد ثيرابي بالدي كي اي. طبعا اكو ا لوت اوف يعني الجوريثمز و ا لوت اوف يعني جايد لاينز التريتمنت اوف دي كي اي هيل دي قطع. من ترجعون على الفيديو ان شاء الله حيرجع يكون الصوت يعني اعتقد من ترجع تراجع اللايف حيبقى محفوظ. اوكي سوري اني مين انقطع هذا بالاسئله و اوكي وين كنا نحكي عن الصوت واضح دكتور كمل اوكي وين كنا نحكي على المانجمنت. انا احاول ما اقرا التعليقات لانه تنقطع افكاري. المانجمنت كنا نحكي على الفلويد ثيرابي. الفلويد ثيرابي يعني اكو قلنا عده جايد لاينز تحكي عن الفلويد ثيرابي. كل كتاب تلقى في الطريقه معينه بحساب الفلويد ثيرابي. عندي في الطريقه شويه ايزير طريقه للي حاضر المحاضره مال الفلويد ثيرابي راح يتذكر الحكي اللي حكينا. عندك اول شيء من يجيك البيشنت الامرجنسي ديبارتمنت تريد فلويد اوكي تريد لازم تباوع عنده ثلاث شغلات تخص الفلويد ثيرابي. الديفيسيت ايش قد عنده نقص بالفلويد مالته الاونجوينج سوري الديفيسيت والمينتنس شلون راح تنطيه والاونجوينج لوس اذا صار عنده ديورينج ثيرابي. ذني ثلاث شغلات اذا ضبطتهن ما راح ترجع الى ستريكت جايد لاينز. ارجع للجايد لاينز اقراهن ماكو مشكله لكن ال راح احكيك اياه easier to remember كلش easy to remember. اولا عندك الديفيسيت تيجي تشوف البيشنت وتعرف يعني تقدر الديجري اوف ديهايدريشن اللي موجود عندك. طبعا بالدي كي اي مسهليها علينا ايش قالوا انه ابو الدي كي اي من يجيك الامرجنسي ديبارتمنت تقريبا عنده ديفيسيت فروم 3 تو 5 لترز. ابو الدي كي اي الديفيسيت عنده فروم 3 تو 5 لترز هذا بالادلت اوكي
البيدياتريك اكوردنج للديهايدريشن ستيتس مالته، شوف شنو الكلينيكلي شلونه وتقدر الديهايدريشن وتقدر الفلويد ديفيسيت روفلي بالادلت 3 تو 5 ليترز. فذا النيل 3 تو 5 ليترز المينيمم اماونت 3 ليترز راح اعوض الجايد لاين القديمه كانت تقول من كنا طلاب كان يقول انطي بالنص ساعه الاولى 1 ليتر، انطي بالنص ساعه بالساعه بعدين الساعه اللي وراها انطي 1 ليتر، بعدين خلال ساعتين انطي 1 ليتر على مود تعوض تعوض الفلويد ديفيسيت اللي هي 3 ليترز مينيمم. بينما اكو جايد لاينز اخرى مثلا تقول لك تبلش بلص بالبدايه 15 تو 20 مل بير كي جي ان ذا فيرست اور. زين جايد لاينز تختلف يعني من كتاب الى كتاب، لكن ابدي احسب البيشنت الفلويد ديفيسيت ايش قد عنده الديفيسيت، انطي الديفيسيت از بولسز اذا كانت كبيره انطيها بولسز عده بولسز. اوكي مو مهم التفاصيل، مو مهم شو ايش يعني اوفر ايش قد تنطي البولسز خصوصا بالادلت، بالبيدياتريك شويه الموضوع شويه ستريكت اكثر لان تخاف على من البرين ايديما، لكن بالادلت الفلويد بولسز اوكي انطيه اياه للبيشنت قسمها بطريقه بحيث لا يصير عنده فلويد اوفرلود. اوكي احسب ايش قد عنده ديفيسيت وانطيه اياه بشكل بولسز، البولسز تنطي ايزوتونيك انتهينا منعته. اذا اكو عندي فلويد ديفيسيت ده اعالجه، هذا واحد. اثنين وراها ابدي المينتننس، المينتنس بالادلت احنا حاكيه فروم 750 يعني سوري فروم 75 يعني 75 75 الى 125 الى 125 زين مل بير اور هذا ذس از رافلي بالنسبه للادلت. فاني اقدر انطي المينتنس مالته للبيشنت، المينتنس هنا أنا مو ايزوتونيك فلويد مو نورمال سيلين راح انطي للبيشنت، راح انطي بالهايبوتونيك فلويد اللي هو 1 هاف نورمال سيلين. اذا صار عندي بولس اوكي اذا صار عندي بولس، البولس مانجمنت مالتي اعطيتها لتعوض الديفيسيت مالته اللي هو نورمال سيلين اوكي انطيتها للبيشنت على حسب الديفيسيت مالت اوكي او رفلي 3 تو 5 ليترز رفلي 3 تو 5 ليترز دني البولسز انطيها بشكل بولسز ايزوتونيك. بلاين ثاني انطي مينتنس، المينتنس من 75 ل 125 مل بير اور، هاي المينتنس انطيها 75 to 125 mL/h انطيها 1 half normal saline hypotonic fluid. ماشي هذا بالنسبه للادلت ثيرابي مال فلويد. اون جوينج لوس ما يصير عنده اون جوينج لوس، انطي شنو الاون جوينج لوس؟ فوميتنج صار عند البيشنت احسب ايش قد الاماونت مال فوميتنج وانطيها بشكل بلس انطيها بشكل ايزوتونيك فلويد. ايش ما صار عند البيشنت بوليوريا اكثر من النورمال يورين اوتبوت، اليورين اوتبوت بير اور ايش قد زين نورمالي، احسب البيشنت ايش قد ما زاد عن النورمال يورين اوتبوت ايش قد ما زاد عن المينتنس اللي انا دانطيه اياه، هذا احسبه اون جوينج لوس انطيه بشكل ايزوتونيك فلويد نورمال سيلين. اوكي اذا صار عندي الفلويد ثيرابي بالشكل التالي، بالفلويد ثيرابي بالشكل التالي عندي الديفيسيت مال البيشنت ايش قد انطيه اياه بايزوتونيك فلويد نورمال سيلين، احسب المينتنس وانطيه اياه بلاين ثاني اوكي اورلي المينتنس مال التماشيه وما والاونجوينج لوس اللي هو الفوميتنج دياريا اقدرها او البوليوريا ما زاد عن النورمال وين راح يصير، راح يصير اليورين اوتبوت اكثر من النورمال خصوصا انت تعوضه الديفيسيت مالته لان عنده جلوكوز هاي، فالجلوكوز من ينزل باليورين يسحب فيها فلويد فراح يطلع بوليوريا يستمر فتره طويله بوليوريا، فما زاد عن النورمال يورين اوتبوت تحسبه اونجوينج لوس وتنطيه نورمال سيلين. ذس از رافلي اعتقد بهالطريقه تتذكر الاي في فلويد ثيرابي مال الدي كي اي بشكل افضل. اكو جايد لاين تكتب لك ارقام معينه بس هذا ينطيك الريكويرمنت مال البيشنت از يو مونيتور ذا بيشنت. هذا الفلويد. النقطه الثانيه او اللاين الثاني وهو الانسولين، النقطه الثانيه او اللاين الثاني هو الانسولين، شلون ايش قد انطي للبيشنت انسولين. الادلت والبيدياتريك تقريبا ذا سيم دوز اللي هو 0.1 يونت بير كي جي بير اور 0.1 يونت بير كي جي بير اور. بالبدايه خصوصا بالبيدياتريك انطي فلويد بعدين ابلش بالانسولين يعني اعوض الديهايدريشن مال البيشنت بعدين يلا انطي الانسولين بالساعه الثانيه
انطي ابلش الانسولين بالساعه الثانيه. اكو ناس نقول اكو جايد لاين تقول ننطي بولس نفس الجرعه اللي هي 0.1 يونت بير كي جي بير اور بولس بعدين نبلش المينتنس اللي هي انفيوجن 0.1 يونت بير كي جي بير اور انفيوجن اللي يستمر هذا كل ساعه ننطي. اكو ناس تقول لا without بولس. الانسولين ثيرابي راح يمشي وياي طول المانجمنت اوف دي كي اي. طول ما انا دا اسوي مانجمنت اوف دي كي اي الانسولين ثيرابي راح يمشي وياي. اوقفها بالحالات التاليه: اذا كان البوتاسيوم مال البيشنت از لو، البوتاسيوم مال البيشنت من اقل من 3.3، يعني الانسولين يمشي وياي طول ما انا دا اسوي مانجمنت للدي كي اي، لكن اوقفه اذا كان البوتاسيوم مال البيشنت اقل من 3.3. لما اقل من 3.3 اوقف الانسولين، انطي بس فلويد وبوتاسيوم، لان الانسولين راح يسوي لي فيرذر ديكريز بالبوتاسيوم. اوكي، اذا هاي حاله اوقف بيها الانسولين ثيرابي. البيشنت اذا الشغله الثانيه اللي اقلل بيها الانسولين هي لما اشوف الجلوكوز قاعد ينزل بشكل اكثر مما اني يعني مقرر انه ينزل بير اور. الجلوكوز ينزل انزله بير اور فروم 50 to 75، من 50 الى 75 ذس رينج ملي جرام بير ديسيليتر انزله بالاور. بالبيدياتريك يعني من الى حد ممكن يعني تقريبا الرينج يعني متقارب من 50 الى 100 ملي جرام بير ديسيليتر انزله بير اور. تراي تو انه لما اذا تشوف النزول مالته صار اكثر من القيمه اللي انت مقدرها، قلل الانسولين، قلل الانسولين، سوي 0.05 يونت بير كي جي بير اور. اما اذا لا، النزول صار عندك هذا، اذا صار عندك النزول اكثر مما انت متوقع، اذا النزول صار عندك اقل، ممكن تزيد الانسولين ثيرابي، تسوي بدل 0.1 يونت بير كي جي تسوي 0.14، يعني 0.14 يونت بير كي جي، ممكن حد 0.2 يونت بير كي جي. ماشي، هذا الانسولين ثيرابي. اللاين الثالث مال المانجمنت هو البوتاسيوم او الالكترولايتس ان جنرال، بس تعويض البوتاسيوم هو اهم نقطه بالدي كي، لان البيشنت بالمناسبه ابو الدي كي راح يصير عنده لوس اوف صوديوم، لوس اوف كلورايد، loss of magnesium, loss of calcium, loss of phosphate. اوكي، لكن generally احنا اللي راح نعوضه هو البوتاسيوم، اللي راح نعوضه هو البوتاسيوم. بالدرجه الثانيه ممكن يتعوض المغنيسيوم والفوسفيت والصوديوم على حسب الناتريميك ليفل، ايش قد الصوديوم مال البيشنت بعد ما نسوي له كوركشن. اوكي، اذا ذني التريتمنت مال الكترولايت مينلي البوتاسيوم. بوتاسيوم شلون اعوضه؟ البوتاسيوم اعوضه لما اشوف اولا لازم من شروط تعويض البوتاسيوم انه لازم اكو يورين اوتبوت، مو البيشنت ما عنده يورين اوتبوت. اللي ما عنده يورين اوتبوت ونطي بوتاسيوم ممكن تسوي بوتاسيوم لود موجود عندما يطلع البوتاسيوم ويسوي عنده هايبركاليميا وتأذي، لان هو اصلا اسيدوتك. اعوض البوتاسيوم لما البوتاسيوم از لو او نورمال. لما البوتاسيوم اكثر من النورمال او هاي راح اسوي ويذ هولد للبوتاسيوم. يعني لما البوتاسيوم اكثر من 5.2، حسب اكو مصادر تقول 5.2، اكو مصادر تقول 5.3، اكو مصادر تقول 5.5، بعض الاختلافات اكو موجوده بين كتاب وكتاب بالجايدلاينز. المهم اكثر من 5.2 البوتاسيوم ويذ هولد، لا تنطي بوتاسيوم. لا والله البوتاسيوم از بين ال 3.3 وال 5.2، انطي حط بالفلويد اللي انت ده تنطيه اوريدي للبيشنت بوتاسيوم. اوكي، انطي بالفلويد حط له بوتاسيوم 20 ملي اكوفالنت لكل لتر، 20 ملي اكوفالنت لكل لتر. اذا كان لو سويها 30 ملي اكوفالنت. اوكي، هي بكل الاحوال نورمال او لو 20 تو 30 ملي ايكوفالنت بير لتر، ممكن توصل الى حد 40 ملي ايكوفالنت بير لتر. 40 ملي ذس از هاي الماكسيمم كونستريشن عاده تقدر تخلي بها البوتاسيوم. بس خلي ببالك لما يصير الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم اكثر من 20 ملي ايكوفالنت لكل لتر، لازم تنطيه ثرو سنترال لاين، ما راح تقدر تنطيه بريفرال لاين لان ممكن يؤذي لك يسوي الروتيشن للفين، فتنطيه ثرو سنترال لاين. اوكي، اذا هذا تعويض البوتاسيوم. البوتاسيوم اذا كان عندك هاي وذ هولد، لا والله نورمال او لو، زين انطي للبيشنت
from 20 to 30 milliequivalent per liter. حط بالفلويد اللي دا تنطيه للبيشنت بوتاسيوم بكل لتر 20 to 30 milliequivalent ونطيه للبيشنت. Okay, then nearly three lines of management. المغنيسيوم والفوسفيت عادة لا تعوض روتينلي لأنه البيشنت من تعوض الفلويد ويوقف عند اللوس راح تستعدل الأمور. Sometimes لما البيشنت عنده سيفير هايبوماغنيسيميا ممكن تعوض المغنيسيوم ونحكي إن شاء الله في وقت لاحق عن تعويض المغنيسيوم in general بالإلكترولايت وكذلك الفوسفيت. اوكي او بيشنت عنده الاعراض او سيمتومز مال ال مالتي اورجان فيلير عند البيشنت ايرليير ذان 6 اورز ممكن هذا بيكوز اوف لوس اوف فوسفيت اللي هو الانرجي سورس اي تي بي. اوكي فهذا البيشنت ممكن تعوض الفوسفيت امبيريكلي حتى لو ما عندك انفستيجيشن مال الفوسفيت. المهم اذا عندنا المينلي البوتاسيوم الصوديوم 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 لازم يسوي لك كوركشن كوركشن المن كوركشن للصوديوم بالنسبه للهايبرغلايسيميا الموجوده عندك لانه البيشنت اللي يصير عنده هايبرغلايسيميا يصير عنده سيدو هايبوناتريمي يعني تطلع عندك الريزلتس زين اقل من الحقيقه ليش يصير عندك بطريقه ما دايلوشن بحيث يبين عندك الصوديوم اقل من حقيقته نتيجه الهايبرغلايسيميا اللي موجوده الكوركشن يصير بالشكل التالي لكل 100 ملغرام لكل 100 ملغرام انكريز بالجلوكوز اكثر من ال100 حط بيزلاين 100 بيزلاين 100 ماكو كل كوركشن بس اللي ما صعد عن ال100 100 ملغرام بير ديسيليتر جلوكوز كل 100 فوق ال100 البيزلاين هاي اللي حكيناها كل 100 زين لازم تنقص تزيد الصوديوم 1.6 حتى تسوي correction لأن هو يطلع عندك pseudo hyponatremic patient زين بشكل كاذب hyponatremic فتضيف له 1.6 لكل 100 ملغرام above 100 ملغرام per deciliter glucose إذا صعد فوق ال 400 أكو من يقول لك لا سويها أكثر بعد ال correction سويها 2.4 millimol per liter لكل 100 ملغرام per deciliter increase بالجلوكوز يعني يصير السيدو هايبوناتريميا بشكل أكثر بعد فالكوركشن فاكتور يتغير من 1.6 إلى 2.4 وشوف إيش قد البوتاسيوم شوف إيش قد الصوديوم accordingly إذا صوديوم هايبو البيشنت عنده still رغم الكوركشن هايبوناتريميك لا تحول البيشنت بالمينتنس لا تحوله الى هايبونات الى هايبوتونيك فلويد خليه ايزوتونيك خليه نورمال سيلين خليه على طول الوقت المينتنس مالته نورمال سيلين اوكي اذا لا والله البيشنت طلع نورمو ناتريميك او ايوناتريميك او هايبر ناتريميك لا البيشنت راح تنطي 1 هاف اللي هو المينتنس اعتيادي 1 هاف نورمال سيلين اوكي هذا بالنسبه للصوديوم بالنسبة للصوديوم فحكينا البوتاسيوم حكينا المغنيسيوم فوسفيت وحكينا الصوديوم بشكل مختصر بقى شغلة واحدة الايم مالتنا مال المانجمنت الايم مالتنا مال المانجمنت هو انه نوصل الى حد البيشنت يرجع الفيزيولوجيكال ستيت مالته نورمال والاند اخر شيء الاند ريزلت هو الانيون جاب هو اللي انا اتابعه الجلوكوز راح ينزل الجلوكوز ايزيلي ينزل ويا التريتمنت مالتك يعني ممكن اكو ريزيستنس بس يعني عاده ينزل قبل ما البيشنت يتحسن حقيقه والاسيدوسز تخف مات اسيدوسز تبقى بس الجلوكوز ممكن ينزل هنا لما ينزل الجلوكوز ابروتشينج 200 يقترب من 200 هنا شنو اللي اسوي اني زين انا دا انطي انسولين هذا الجلوكوز ممكن ينزل فرذر ويصير البيشنت هايبوغلايسيميا يعني ما تسوي هايبوغلايسيميا لان انا الانسولين مالتي راح الثيرابي راح يستمر الى حد النهايه والفلويد ماتي حسب ما حكينا اوكي راح نستمر لحد ما نوصل للانيون جاب ينزل عندي يعني الاسيدوسس تتحسن يصير البيشنت يصعد البي اتش ماتي فوق 7.3 والاتش سي او 3 ماتي يصعد فوق 15 والانيون جاب يرجع نورمال يلا ذاك الوقت ممكن اوقف الانسولين والفلويد ثيرابي مال البيشنت زين هذا البيشنت من ينزل الجلوكوز شو اسوي انا بيجي حاله احط له البيشنت ديكستروز بالفلويد اوكي يعني استمر انطي انسولين بس انطي بالفلويد ديكستروز كونتيننج فلويد يعني بدل ما انطي المينتيننس فلويد زين اذا كان بولس ولا كان مينتيننس احط بي ديكستروز بدل ما انطي المينتيننس فلويد 1 هاف
نورمال سيلين بي سوري 1 هاف نورمال سيلين الون احط له بديكستروز 5% ان 1 هاف نورمال سيلين اوكي بيشنت اذا يصير هايبوغلايسيميا يعني رغم اما اقلل الانسولين او ازيد الديكستروز كونتنت اللي موجوده بالفلويد اوكي الى ان اوصل الى حد الاند ريزلت ماتي اللي هو الاند اوف ذا تريتمنت مال دي كي اي هو الانيون جاب ماتي يرجع نورمال والاسيدوسز ماتي يتحسن ذاك الوقت البيشنت انطي سب كات انسولين وانتظر قبل تقريبا 1 تو 2 اور مما اقطع الاي في انسولين انفيوجن انطي سب كات انسولين بعدين ابدي له اورال زين يبدي اذا كان يقدر ياخذ اورال ابدي له اورال ويبدي أعطي long and short acting subcutaneous insulin okay هذا يصير ال end مع management مع DK وبعدين أبدي أرتب لل insulin therapy لحد ما أسوي له discharge okay هذا ال management مع DK أو ال DKA إن بالشكل مختصر جدا okay راح أسوي summary سريع okay بعدين راح أسد اللايف وأبدي أسمع أسئلتكم إذا عندكم فتشية وراجعوا اللايف حتى جاوب عليه. مبدئيا diagnosis of DKA بالemergency department من يجين المريض ممكن المريض يعرف بنفسه diabetic يسهل عليه الأمور ممكن المريض ما يعرف بنفسه diabetic يجي for the first presentation with DKA لما أشوفه للpatient عادة أشوفه dehydrated الpatient أشوفه acidotic breathing abdominal pain this is the typical مدى أحكي على exceptions this is the typical اوكي اقيس الفايتلز مالته اكو وايد رينج بس ممكن القاها بيشنت ممكن هايبوتنشن نتيجه الفلويد لوس ممكن القاها تاكيكارديا ممكن القا البيشنت شوكت اذا كان سيفير فلويد لوس المطلوب من عندي بالمانجمنت اي بي سي ريسستيشن اوكي احطه للبيشنت على مونيتور وراقب كل ساعة أراقب الجلوكوز مالتي اللي راح بعدين أكتشف إنه هذا DKA من الديز انفستيجيشن من الديز انفستيجيشن وأكتشف إنه DKA أوكي إذا أراقب الجلوكوز كل ساعة حط له على البيشنت على تشارت والتشارت يتضمن مراقبة الجلوكوز كل ساعة ومراقبة الإلكترولايت كل ساعتين أسحب له بلود فور انفستيجيشن الديز بيز لاين انفستيجيشن اللي راح تكتشف لي إنه البيشنت إن DKA راح تثبت لي الدايجنوسيس لأن أنا بالبداية عندي سسبشن شفت الانفستيجيشن ابدي التريتمنت مالتي التريتمنت مالتي مينلي 3 لاينز اللاين الاول هو الفلويد انطي البيشنت الديفيسيت مالته انطي المينتنس مالته باذر لاين والاون جوينج لوس ايش قد يفقد انطيه باللوسز ايزوتونيك فلويد المينتنس انطيها هايبوتونيك فلويد 1 هاف نورمال سيلين واذا نزل الجلوكوز تقريبا للحدود ال 200 ابدي انطي للبيشنت بدل ال 1 هاف نورمال سيلين انطي ديكستروز 5% in normal in one half normal saline. اللاين الثاني هو بعد الاي فلويد والانسولين الانسولين ثيرابي يكون بالشكل التالي infusion 0.1 unit per kg per hour okay withhold the insulin اذا كان عندك البيشنت البوتاسيوم مالته اقل من 3.3 okay قلل الانسولين اذا كان الديكريز مال الجلوكوز مالتك بشكل يعني اكبر مما انت تريده بالساعه الواحده اللي هو تقريبا من 50 الى 100 يعني حسب الكتب يعني تختلف الرينجز من 50 الى 100 ملي جرام بير ديسيليتر بالساعه هذا بالنسبه للانسولين واللاين الثالث هو الالكترولايت مين للبوتاسيوم البوتاسيوم عوضه بالشكل التالي اذا كان البيشنت هايبو او اذا كان بيشنت هايبر كاليميك البوتاسيوم اكثر من 5.2 withhold لا تنطي بوتاسيوم اذا البيشنت اقل من 5.2 ولازم من شرط من شروطه عنده يورين اوتبوت اكو يورين اوتبوت انطي للبيشنت بوتاسيوم 20 تو 30 ملي اكوفلنت لكل لتر فلويد تنطي للبيشنت اوكي ثانك يو فيري ماتش هذا بشكل مختصر هذا الموضوع حكينا دي كي بشكل مختصر الاشياء المهمه اللي ممكن تدور ببالك شلون اتعامل ويا البيشنت بالامرجنسي مستقبلا اذا اكو موضوع مهم يخطر ببالكم نحكي بشكل يعني بعشر دقائق ربع ساعه هم تيل مي على مود نحب بس يكون موضوع قصير يعني ما يطول يعني نحكي بشكل مختصر ثانك يو فيري ماتش